نروح الرسالة الثانية وحنشوف وش تقول. يلا الرسالة الثانية. نوجه يعني إذا تسمحي لي نوجه شبكة التواصل الاجتماعي نقول لهم أنه الفنان حساس والفنان ممكن توما لكم تسبوا فيه ممكن توما ترجعوه يبدع ويمد أكتر ولا بديتوا تسبوا فيه راكم فولو ديكوراجي ما يقدرش يخدم يولي اغريسيف يولي كومبلكسي يولي لازم نشوفوا غير جيراننا المغرب يعني تشوفي كيفاش مقيمين الفنان تاعهم كوسوا في المشرق في الفنان الجزائري يعني ما عندناش حقوقنا هنايا انا كي نشوف هنا اختي لي هنا كلامك بالحسن كي نشوف انه فنانين كما اون فادير جينيفر لوبيز ولا مادونا ولا تبرعوا بملايين دولارات باش يعاونوا في هذا الوباء وتشوفي الفنان تاعنا مسكين كرامته ما يقدرش يقول مديري ولازم الفنان تعطوا له حقه وترجعوا له قيمته ونهضر مع الشعب ديالنا يعني حتى الفئه الصغيره هذه بركه يعني انت رفدت حليت اسمه ديالك الفيسبوك ديالك ولا قول كلمه حلوه ولا ما تقولش علاش سب. اذا شفنا رساله المرحومه نعيمه عباس ربي يرحمها اللي كان ضيفة شابة خيرة وهذه الحلقة بحد ذاتها دارت ضجة ولقات انتقادات كبيرة وكانت نفسها المرحومة وجهت رسالة للمشاهد وخاصة الشباب أن طلبت فيها كما سمحتوا أنهم يعني يحسنوا الظن في الممثلين وفي الفنانين ربما تعليقكم على يعني صدقني يعجز الكلام عن التعبير تشوف الله يبارك زوج مخرجين ومدير قناة ما نجموش حتى يعلقوا باش نقولوها بكل صراحه يعني انا حبيت نحكي لكم ربما لاول مره هذه الحكايه على المرحومه نعيمه حبيبصه اللي نحبها بزاف ونحترمها بزاف راهي تعبت بزاف نعيمه حبيبصه في حياتها الفنيه مسيرتها الفنيه بالطبع نعيمه لما هذا الكلام مؤثر جدا شوفوا يعني هاي ماتت هاي في القبر دركا يعني نتمنى ان شاء الله اي واحد يشوف هذه الحصه ولا هذه القناه ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاقل يترحم عليها هذا ابسط شيء تلاقيت مره نعيمه عبابسه كنت ندير نعم في من ناحيه الناس تترحم عليها تترحم على نعيمه احنا الشعب تاعنا حنين احنا دوكا كي تشوف تصيبك مصيبه والله غير كامل يجوا معك لا انا ما عندنا الشعب شوف احسن شعب في العالم مديت الشق الاول هذه اكيد هذه انا نأيدك في الفكره من ناحيه كي ماتت نعيمه باش نعطيك انا معلومه الناس كنت أطرت. نعيمه طوندونس كاع في القنوات تهبط جات نعيمة خليني نكمل ابراهيم تقريبا انا حكيتها لهم المره اللي فاتت قعدت تقريبا 5 ايام نعيمة عندها مكانه تاعها في الجزائر صحيح خليني نكمل الفكره دوك تفهمني واش حبيت نوصل نعيمة المرحومه نعيمة اللي نقول ربي يرحمها يترحم عليها كامل ان شاء الله ان شاء الله رسالتها تكون الان درس لكل الناس يعني قبل ما تسب انت اي انسان ولا تنتقد اي انسان دير حساب لهذاك الانسان يجي نهار راح نموتوا كامل مره تلاقيت نعيمه عبابسه في كنت نسجل في برنامج عنده 3 سنين على ما اظن في الشروق ديال الخير والانسان اللي هو الرحمه الان في قناه الجزائر انوان تلاقيتها بالصدفه انما ما نحكيهاش مش حنمد التفاصيل تلاقيتها بالصدفه هي اللي جاتني قالت لي واش راك دير قمر الدين قلت لها راني نسجل برنامج نعاونوا في الفقراء قالت لي نعات لي بلا ما تبيني وراح تهلط فيهم وكانت لحد الان تهلط فيهم يعني ربي يرحمها كاين عائله تحزن حزن شديد لانه الرزق تاعهم تقطع في ميزان حسناته يعني الانسان الفنان حساس صدقني راهي حساسه جدا ما تسبش انسان وانت انت تسبه بمجرد تعليق قادر هو يدخل في حاله نفسيه احنا ديما الجانب النفسي نهمشوه يدخل في حاله نفسيه هستيريه للأسف هي صح رسالة مؤطرة من عند فنانة المرحومة نعيمة عبابسة بنت عبد الحميد عبابسة الله يرحمها وكلامها صح الله يرحمهم وحبيت نقول لك باللي كلامها صح موزون صح الفنان حساس جدا وصح راهم كاين بزاف فنانين يعاني ان شاء الله تكون الرساله تاعها وصلت لبعض المنتجين وكذلك الناس اللي راهي في السوشيال ميديا بالتعليقات السلبيه